السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. إذا الخوت جولة جديدة في مدينة بركان. كما راكم تلاحظوا معايا التوقيت تقريبا راه مازال ما ودنش المغرب، راه باقي غير واحد شوية. إذا راه حنا بالضبط في التوقيت ديال المغرب. إذا أتمنى أن تكونوا بخير، نتمنى تنزلوا لتحت تكتبوا لي في لي كومونتير من أي بلاصة كتبعوا القناة، من أي بلاصة كتفرجوا في هذا الفيديو، كتبوا لي المدينة ولا الدولة اللي راكم فيها باش تفاعلوا معنا في لي كومونتير، وما تنساوش الضغط على زر الإعجاب. وطبعا اللي شاهدنا لأول مرة ولا تشاهدنا لأول مرة أدعوكم لي للاشتراك بالقناة باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. إذا الخوت راني بالضبط أون فاصل سالم، هذا هو الحي ديال سالم، المقبرة ديال سالم اللي كاينة تما. وهذه هي المحطة اللي ولات ديال الكيران يعني في هذه السنوات الأخيرة، وراهم يقولوا أنها ربما محطة يعني غير مؤقتا، لأن من بعد غادي تكون شي محطة أخرى، ونتمنوا ذلك لأن هذه المحطة راكم تشوفوا معايا صغيرة شوية، يعني ماشي شي محطة اللي كبيرة. إذا هذه هي البلاصة ديال المحطة ديال الكيران اللي كاينة هنا، والبلاصه ديال الطاكسيات عاود راه كاينه في طريق وجده، يعني في هذه الجهه ديال فين كاين داك المشروع ديال ماكلتي بالقرب من الثانويه ديال الليمون. اذا حنا غادي ندورو هنا على اليمن ونزيدو نطلعو مع شارع محمد الخامس ومع طريق وجده طبعا. اذا هنا الخوت غادي نخرجوا في هذا الرومبوا اللي بالقرب من ثانويه الليمون وغادي ندورو على اليسار. راكم تلاحظوا معايا كاين شويه الحركه في هذا الوقيتة، لان تقريبا هذا هو الوقيتة اللي كيخرجوا فيه التلامذ. اذا اليوم راه السبت، راكم تشوفوا راه شويه ماشي بحال الضغط اللي كيكون في الايام الاولى ديال الاسبوع. اذا غادي ندور هنا على اليسار باش نتوجه للجهه ديال شارع محمد الخامس، وتكون الجوله ديالنا لهذا اليوم. اختاريت اننا نديرو جوله في هذا التوقيت لان الاغلبيه ديال الجولات كنديروهم يعني غير في النهار. هذا النهار بغيت نبدل شويه، ندير بكم جوله في التوقيت ديال المغرب قبل صلاه المغرب بضع دقائق. إذا غادي نمشيو مع شارع محمد الخامس ونتمنى لكم فرجة ممتعة. Yeah.
مرحبا بكم من جديد. اذا الخوت كما شفتوا معنا مشينا مع شارع محمد الخامس، ودروك راني طالع مع هذا الشارع اللي كيتسمى شارع الشهداء. هذا الشارع اللي كيبدا من شارع محمد الخامس وكتبقى غادي مع ديركت كتخرج في الشارع ديال بنو سينا ولا شارع الذهب كما هو معروف عند الساكنه ديال مدينه بركان. هذا شارع الشهداء هذا ربما غادي يكون فيه الاشغال مستقبلا. علاش؟ لان الشارع اللي متوازي معاه هو شارع الامير مولاي محمد، راه فيه الاشغال لحد الان، راهم حفروا تما دوك التريطوارات القدام وزادوا بغاو باش يديروهم، وزادوا حفروا واحد البلاصه فين داروا البلاصه يعني ديال القوادس لا ديال الضوء ولا ديال الماء، ومجموعه المهم ديال الاشغال اللي راه مستمره في ذاك المكان اللي هو شارع الامير مولاي محمد، وهو الشارع اللي غير كيهود كيبدا تقريبا من المدرسه ديال الاسماء بنت ابي بكر وكيبقى غادي حتى يوصل لشارع محمد الخامس، يعني غادي متوازي مع هذا الشارع اللي في نبيل اللي هو شارع الشهداء. اذا هذه هي شارع بنو سينا، راكم تشوفوا مظلمه الدعوه يعني وخافت المغرب لحد الان الضواوي عاد مطفيين، ما عرفناش علاش راهم عاد طافينهم. وهاد القضيه لاحظتها مؤخرا، يعني ما بقاوش يشعلوا الضو مزيان هنا في شارع بنو سينا، وبزاف ديال الصفحات في فيسبوك اللي هضروا على هاد القضيه، قالك زعما راه تقريبا مظلم في اللي الناس تقدر تفوت منه ولا ما تلقاش الرؤيه كتكون غير واضحه. اذا الخوت ما كرهتش تنزلوا لتحت تكتبوا لي في لي كومونتير الراي ديالكم في المحتوى اللي كنقدموا بالقناه. دائما نحاول نقربكم من الجديد ديال مدينه بركان والاقليم ديال بركان بصفه عامه، وايضا مره كنديروا جولات في النواحي ولا في الاماكن المجاوره، وان شاء الله مستقبلا يكونوا جولات في اماكن اخرى وفي مدن اخرى علاش لا في المغرب ولا خارج المغرب. اذا الخوت راني دروك بالضبط في شارع بنو سينا، هذه هي الاجواء التوقيت ديال المغرب. تقريبا الدعوه ما عمرهاش بزاف تلاحظوا، يعني ما كانش شي حركه كبيره، لان تقريبا هذا النهار الجو راه كان مغيم وكان شويه البروده، يعني كاين البرد الصراحه هاد ثلاث ايام الجو بارد والجو مغيم، والله يرحمنا بشي شتاء ان شاء الله في هاد الايام ان شاء الله امطار الخير. اذا نزلوا لتحت في لي كومونتير قولوا لنا الراي ديالكم، وقولوا لنا ايضا الا عندكم شي اقتراحات ما تبخلوش علينا بها كتبوها لي تحت في لي كومونتير، قولوا لي شي بلاصه بغيتوا نمشيو لها ولا شي حي مثلا كنتوا ديجا سكنتوا فيه ونديروا فيه شي جوله ان شاء الله في الايام المقبله. المهم نسمع الجميع الاقتراحات ديالكم في لي كومونتير، وغادي نجاوبكم كاملين على الاقتراحات ديالكم، وقولوا لنا من اي مكان باش تزيدوا تدعمونا وتزيدوا تشجعونا باش اننا نقدموا المزيد من الفيديوهات. كتبوا لي من اي مكان من اي مدينه ولا اي دوله سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب اللي كتفرجوا فيها الفيديوهات. الخوت شوفوا معايا تحت راه مرونه الدعوه عامره هذا النهار، الخضره راها غاليه بزاف هي والديسير الى راكم متبعين الجديد ديال المغرب. اذا الخوت تحت حركه تلاحظوا معايا عامره بزاف عامره، شوفوا معايا الاجواء في التحطاحه كي دايره، يعني الخضار راهم مخلينهم يحطوا هنا وكيبقاو تقريبا حتى في الليل، يعني من بعد المغرب تقريبا حتى العشاء ولا كيكونوا عاد يبيعوا هنا. اذا هذه الاجواء، غادي ندورو من هنا باش ما نوليوش عاود على نفس الطريق. هنا راه كاينه واحد ليكول ديال تقريبا كيديروا هنا السوايع ديال الدعم سواء الفرنسيه ولا المواد العلميه، هنا كيقراو يجيو التلامذ، كتكون محركه هذه البلاصه. وغادي نهودوا مع هذا الطريق نزيدوا معها واحد شويه على اليسار. اذا هاد الطريقه الخوت هذه غير كتهود كتمشي في اتجاه واحد، هي اللي كتخرجنا في داك الشارع اللي هضرت عليه اللي هو شارع الامير مولاي محمد اللي قلت لكم راه فيه الاشغال، وراح حتى هاد الشارع اللي رحنا فيه بالضبط حتى هو غادي يوصلوا للاشغال، لان المشروع اللي راهم دايرين في التهيئه ديال الشوارع ديال مدينه بركان هي ان هاد الشارع بادين له من التحطاحه الفوق، يعني تقريبا من ديك فين كانت ديك الكوميساريه القديمه اللي كاينه في التحطاحه، تقريبا من تما غادي يبدا الشارع هذا، يعتبروه شارع واحد وغادي يبقى هاود حتى يتلاقى مع الشارع ديال الامير مولاي محمد اللي كيبدا بمدرسه اسماء وكيوصل حتى لشارع محمد الخامس. هذا هو المشروع اللي راهم دايرين
وعلى ما اظن ان حتى الشارع اللي متوازي معاه غادي تكون نفس الحاجه، ولكن تيكملوا هذا بعد الاول عادي ينتقلوا للشارع الاخر. ونتمنوا انهم يسرعوا في الاشغال، لان راه كاين اشغال في مجموعه ديال الشوارع في مدينه بركان، والصراحه هذه حاجه مزيانه باش يكونوا الشوارع ديال المدينه في احسن حله، باش الناس يعني تكون حركه المرور مسهله، والناس اللي يتمشاو سواء الراجلين ولا السيارات يكونوا الشوارع يعني واسعه، ما تكونش دوك الشوارع اللي ضيقه بزاف. اذا وصلنا للنهايه ديال الجوله ديالنا لهذا اليوم، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الجوله اللي درناها في مدينه بركان. بديناها تقريبا من شارع محمد الخامس ولا من طريق وجده، وزدنا مع شارع محمد الخامس، ومن بعد طلعنا مع شارع الشهداء، وزدنا لبنو سينا، ووصلنا الان الى نهايه الجوله ديالنا لهذا اليوم. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات مقبله بحول الله. الى اللقاء.